تمضي الحكاية وفي طياتها العبر، والناس تبهرها الأحداث والسير. يا عاشق القصة الحسناء دونكم معين حرف أنيق فيضه غمر. تنال من جنبه فكرا وموعظة كالدر يخرج من أصدافها درر، كالدر يخرج من أصدافها درر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. بعد معركة بدر الكبرى وبعد انتصار المسلمين فيها وهزيمة المشركين الهزيمة المدوية، من آثار هذه المعركة والأمور التي ترتبت عليها فيما بعد أنه انقطع طريق التجارة قريش. قريش كانت رحلة الشتاء والصيف، والصيف يذهبون إلى الشام وطريقهم من المدينة على الشمال. الآن انقطع الطريق خلاص أصلا، كان من أسباب يعني معركة بدر قطع طريق القافلة التي نجت، قافلة أبو سفيان التي نجت. أما بعد معركة بدر علموا يقينا أن الأمور منتهية، هذا الطريق قطع، فسقط في أيديهم وهم لا يستطيعون أن يعني يتخلوا عن التجارة، هي أصلا مصدر رزقهم. فأرادوا أن يسلكون طريقا آخر، فجاءوا بفرات بن حيان. فرات بن حيان كان حليفا لبني تيم في مكة، وكان رجلا خبيرا عالما بصيرا بالطرق. العرب تعرف طرقها في الديار وفي كذا، لكن هناك طرق رئيسية يعرفها كل الناس، ولكن هناك طرق فرعية لا يعرفها أي أحد، إنما من كان بصيرا بالديار، من كان بصيرا كذا بالدروب وكثير الأسفار. هذا فرات بن حيان كان رجلا يعني يكاد لا يتكرر في ذا الموضوع. فعرضوا عليه أن يأخذ قافلتهم إلى الشام، قال دبرنا شوف لنا طريق. قال نعم، وسلك بهم أو أشار عليهم أن يذهبون من طريق طويل يخرجون شرقا من مكة شرقا للطائف، ثم إلى نجد، ثم إلى شمال شرق إلى العراق، ثم يعودون غربا إلى الشام. طريق طويل لكن بالنسبة لهم آمن، ولا عندهم خيار آخر أصلا، هذا خيارهم. فعزموا على الخروج من هذا الطريق وتعاهدوا على الكتمان، قالوا اكتموا أمركم لا يعلم بهذا أحد أبدا، وتعاهدوا على الكتمان. ثم اجتمعت قريش، كبار قريش وكبار التجار وضعوا في هذه القافلة يعني أموال عظيمة، حتى أن أبو سفيان وضع يعني يقولون آلاف من الدنانير وآلاف من الدراهم من الذهب والفضة في هذه القافلة، يعني كأنهم يعني يرون أنها يعني صعب تكررها، فيضرب ضربة واحدة ويصبر عادلا يجي لها فرج بعدين. فوضعوا أموالهم في هذه القافلة، وخرجت القافلة في هذا الطريق بقيادة أبو سفيان، ودليلهم فرات بن حيان أخذهم من هذا الطريق البعيد حتى وصلت الشام. وصلت الشام، سبحان الله، في هذه الأثناء أراد الله عز وجل يعني أن يكشف سر هذه القافلة. فخرج نعيم بن مسعود إلى المدينة، طبعا كان مشرك لكن كان صديقا لليهود. فخرج نعيم بن مسعود إلى اليهود، عنده معهم تجارة وكذا وصداقة. وفي ليلة من الليالي وهو جالس نعيم بن مسعود مع مجموعة من اليهود، وكان يجلس معهم رجلا من المسلمين قبل أن تحرم الخمر، وكانوا يشربون الخمر،
نعيم بن مسعود من مكة، واليهود في حصون في ديارهم، وهذا المسلم أيضا كان صديقا لهؤلاء وكذا، فيجلسون يشربون الخمر قبل أن تحرم الخمر. فعندما أخذوا يشربون الخمر سكر نعيم بن مسعود، يعني ذهب عقله، فأخذ يتكلم عن القافلة وأخرج السر. المسلم هذا كان يعني ما فقد عقله، يعني كان توه بدأ في الشراب أو أنه ما شرب أو كذا. وأخذ نعيم يقص القصة ويقول لقد ذهبنا في قافلة وكذا وفيها أموال، وأعطاه الخريطة كاملة والسر كامل أفشاه في تلك الليلة وهو لا يعلم ولا يدري. فقام المسلم هذا وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فأعد النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 100 فارس وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأمرهم بأن يكملوا لهم في الطريق. طبعا هو هذا قال لهم متى راحوا متى جايين والموعد، يعني أعطاهم التفاصيل كاملة. فخرج المسلمون فكملوا لهم في الطريق، ما دروا المشركين كفار قريش وهم في قافلتهم يعني مسرورين آمنين، ما يظنون أن أحدا علم بهم، ما انتبهوا إلا والمسلمون قد هجموا عليهم ففروا، فر الرجال كلهم وتركوا القافلة كما هي. فغنم المسلمون القافلة كاملة كاملة، غنمها المسلمون، وكانت ضربة موجعة، ضربة موجعة قاصمة لقريش. وقد أسر 2 منهم، فرات بن حيان. فرات بن حيان هذا القائد، يعني القائد للطريق، دليل الطريق، أخذ مع الأسرى. وكان المسلمون أصلا يتحرقون على فرات بن حيان، لأنه كان دليلهم، دليل كفار قريش، حتى في بدر وفي أحد كان دائما معهم. ويوم أحد ما نجاه إلا الفرار على قدمي فر. المهم أن المسلمين كانوا يتحرقون على فرات بن حيان ويتوعدونه ويتمنون أن يسقط في أيديهم، قالوا جابك الله، وسقط في أيديهم وأخذوه أسيرا للمدينة. أما القافلة فخمسها النبي صلى الله عليه وسلم 5 أخماس، خمس بيت مال المسلمين والخمس الآخر قد قسم بالتساوي على من شارك في هذه السرية، وهي هذه الغنيمة من نصيبهم. أما فرات بن حيان لما دخل المدينة طبعا أسير، رأى أبا بكر رضي الله عنه، وكان بينه وبينه علاقة طيبة، كان في مكة وهو كان أصلا حليف بني تيم، فقال يا أبا بكر والله لئن نجاني الله من هذه لأدخلن في الإسلام وكذا. قال تدخل في الإسلام؟ قال نعم. قال الآن. فأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم فرات بن حيان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. أقام فرات بن حيان رضي الله عنه في المدينة، وكان هذا الأسر سبحان الله خير له، أقام في المدينة وأخذ مع المسلمين، يذهب ويروح ويجيء. وفي يوم من الأيام كان فرات بن حيان وأبو هريرة والرجال بن عنفوة، هؤلاء الثلاثة كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا، قام هذا وذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خبرا عظيما، قال إن من هؤلاء الثلاثة، واحد من هؤلاء الثلاثة ضرسه في جهنم مثل جبل أحد. يعني الكافر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من جهنم، الكفار في جهنم يضخمهم الله سبحانه وتعالى ويعظم أجسامهم ويكبرها، حتى أن ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد. جبل أحد يمكن طوله 4 كيلو، فما بالك بجسمه حتى يذوق العذاب. اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بلغ الخبر هؤلاء، ففزعوا. أبو هريرة وفرات بن حيان يقولون دخلنا من الهم والرعب ما لا يعلم به إلا الله. وكان أبو هريرة وفرات رضي الله عنهم يعني على وجل عظيم، حتى ارتد الرجال بن عنفوة، وكان مع مسيلمة، ارتد ودخل في جيش مسيلمة، ف
فمات في حروب الردة، مات مع مسيلمة كافرا. فلما بلغ الخبر أبا هريرة وفرات وقعا لله ساجدين أن نجاهم الله من هذا الوعيد. ويعني كان ذاك الرجل صلى الله عليه وسلم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولكن نسأل الله العافية والسلامة. وسبحان الله، الهداية نور يقذفه الله في قلب من شاء. فإن وجدت نفسك مقبلة على طاعة الله، قراءة القرآن في مثل هذه الليالي والقيام والصيام والبر والصدقة، فاحمد الله، فإن طاعة الله محض فضل من الله. طاعة الله محض فضل من الله، قد اصطفاك الله لذلك، واصطفاك الله أن جعلك من أب وأم مسلمين، نشأت في إسلام وفي أرض الإسلام وفي ديار الإسلام، لا حول لك ولا قوة في ذلك. هذا الرجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معهم ويقاتل معهم، ثم ارتد وسبحان الله فدخل جهنم. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عن حق حتى نلقاه، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات بعد عمر طويل على طاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وأسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، وألحقني وإياكم بركب الصالحين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.